السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميدي تيست. اليوم معنا هاتف A0 كور من عند شركة سامسونج، وكيتعتبر من الفئة الاقتصادية، وحاليا هو أرخص هاتف في هذه السنة بسعر 750 درهم. وغادي نختبره ونشوفه واش كيستحق الشراء. ولكن قبل، إلا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديوهات ديالي، ما تنساش تنزل وتشترك بالقناة. أول حاجة، هذا الهاتف كيجيب تصميم بلاستيكي رائع بمقارنة مع الثمن ديالو. فإلا لاحظتوا، هاد الخطوط هما اللي عطاو واحد ديكور زوين، وأيضا كيخليو الهاتف ما يزلقش من يديك بالزربة. نجيو للجهات اليمين ديال الهاتف، كنلقاو زر التشغيل وأزرار الصوت. أما الجانب الأيسر، عندنا منفذ الشريحة اللي كيجينا بجوج لي كارت سيم وكارت ميموار. أما في الأسفل، عندنا منفذ الشحن USB عادي وميكرو وسماعات خارجية. وإلا جيتي للجهة الأمامية ديال الهاتف، غادي تلقى سماعات المكالمات وكاميرا أمامية، وحتى في الخلف جانا بكاميرا واحدة وفلاش. ونخليكم مع بعض الصور اللي التقطها بهذا الهاتف. والآن غادي نختبروا الهاتف من ناحية الألعاب. فبالنسبة للعبة سوبواي، فهي خدامة فيه بشكل خفيف كما كتشوف. اما بالنسبة للعبة فري فاير، هي خدامة بشكل عادي، وخا كتحس بالتقولية بعد المرات. ولعبتها لمدة نصف ساعة، عاد الهاتف بدا كيسخن. اما لعبة بابجي، وخا تيليشارجات غير كتبغي تدخل تلعب، كتخرج بوحدها. وهذا الشي بسبب ان الهاتف فيه 16 جيجا وواحد في الرام فقط. ندوزو لاخر اختبار، واللي ما كنصح حتى واحد يجربه، وهو اختبار الماء. بالطبع هذا الهاتف ما غاديش يقاوم، لكن انا غادي نجرب فقط نكب عليه الماء ونشوفه. وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا لحقاش تابعتي حتى النهاية. ما تنساش تخلي معك شي جيم وشي كومنتير تحفيزي اللي يخليني نستمر.